بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في المحاضرة دي هنبدأ معاكم موضوع جديد وهو Combustion and Spark Ignition Engine. هندرس عملية الاحتراق في محرك الإشعال بالشرارة النورمال والأبنورمال Combustion والCombustion Stages والعوامل المختلفة اللي بتأثر في هذه المراحل عملية الاحتراق والنورمال Combustion والأبنورمال Combustion والعوامل اللي بتأثر برضو في الأبنورمال بالإضافة للكمبشن تشامبر فور سبارك إجنيشن إنجن كمبشن تشامبر ديزاين يعني فور سبارك إجنيشن إنجن. هنبدأ كده ونتكلم على عملية الاحتراق في محرك الإشعال بالشرارة. من المعلوم إنه في الكونفنشنال سبارك إجنيشن إنجن اللي هي المحركات الاحتراق التقليدية بتاع السبارك إجنيشن إنجن خليط من الوقود والهواء بالإضافة إلى بعض ريزيدوال جازز من الدورات السابقة أو من الدورة السابقة، هذا الخليط بينضغ بيتسحب طبعا أو بيجهز الأول هذا الخليط من الوقود والهواء بيجهز بواسطة الفيول سيستم سواء كان كاربريتور أو انجكشن سيستم، ثم بيتسحب في السكشن ستروك ثم بيبدأ ينضغط في الكومبريشن ستروك. وقبل وصول المكبس إلى التوب ديد سنتر بفترة بدرجات معينة من الكرانك أنجل يقوم نظام الإشعال بإعطاء شرارة كهربية عبر السبارك بلاج، فبيحصل إجنيشن. الإجنيشن ده بيكون فليم، وهنشوف طبعا مراحل التكوين فيما بعد. بتتكون فليم، الفليم دي بتنتشر إلى أن تحرق كل أرجاء الخليط في غرفة الاحتراق إلى أن تنتهي عملية الاحتراق، وده كله والمكبس بيتحرك من لحظة الإشعال إلى أن يصل إلى التوب ديد سنتر ثم يتحرك في الإكسبانشن ستروك. لو عملية الاحتراق تمت without any abrupt change of flame speed and shape، يعني ما بدون حدوث أي تغيير غير طبيعي في شكل وسرعة الفليم أو اللهب يعني، فبيطلق على عملية احتراق في هذه الحالة normal combustion، بيطلق عليها normal combustion. طيب لو حصل وإنه في أثناء انتشار جبهة اللهب وفي الأمبيرند ميكشر حصل لسبب من الأسباب اشتعال ذاتي للخليط في قبل وصول جبهة اللهب الطبيعية، فبيحصل ما يسمى أو بيطلق عليه auto ignition. auto ignition. طيب لو حصل إنه برضو لسبب من الأسباب كان فيه reaction rate عالي قوي ناتج عنه pressure waves بامبليتود عالية، فده بيؤدي إلى ما يسمى بالديتونيشن اللي بيؤدي في النهاية إلى النوكينج أو الدق في المحرك. الاحتراق اللي بيتم بواسطة السبارك بلاج ده بيطلق عليه كنترولد كومبشن. إذا حصل أوتو إجنيشن أو اللي هو أو بري إجنيشن نتيجة هوت سبوتس، يعني نتيجة أي نقط ساخنة خلاف السبارك بلاج الطبيعي وحصل اشتعال زي ما قلنا أوتو إجنيشن أو بري إجنيشن، فده بيطلق عليه أن كنترولد كومبشن. اللي بيهمنا قوي واللي احنا عايزينه هو الكنترولد كومبشن، الاحتراق ما يتمش إلا بواسطة السبارك بلاج، ده الاحتراق الطبيعي، وفي هذه الحالة بيطلق عليه نورمال كومبشن. ما عدا ذلك سواء كان الاحتراق auto ignition أو pre ignition أو high rate of reaction أدى إلى pressure waves بامبليتيود عالية قوي أدى إلى detonation، يعني ده كل ده بيطلق عليه abnormal combustion. وبيندرج تحت مسمى بال uncontrolled combustion. طيب عملية الاحتراق لخليط الوقود اللي هو بتعتمد على ما يسمى بالتشين رياكشن. يعني ايه تشين رياكشن؟ يعني لحظه انتشار لحظه حدوث الشراره. الشراره دي عباره عن شراره كهربيه بطاقه حراريه عاليه قوي ودرجه حراره عاليه قوي في 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 المنطقه بتاع السبارك ديت، بيحصل نتيجه حدوث الشراره تكون عناصر ناشطه
او اكتف كونستيتوينتس من الفيول والاير في هذه المنطقه اللي بتؤدي الى حدوث اشتعال. هذا الاشتعال بيكون ما يسمى بالثين ثريد اوف فليم او يعني خيط رفيع او من الفليم، يؤدي في النهايه الى تكوين نواه نيوكلس اوف فليم، نواه للهب. هذه النواه لها سطح، السطح ده درجه حرارته عاليه جدا، بتسخن الطبقه المجاوره لهم من الرياكتنتس او الامبيرند ميكشر، فبتعمل له عمليه برضو تنشيط ويبدا يحصل ما يسمى بالتشين رياكشن اللي الى ان تنتشر بقى وتتكون بقى جابه اللهب اللي بتنتشر بشكل كبير قوي. وانتشارها ده بيعتمد على او سرعه انتشارها بيعتمد على درجه حراره الفليم فرانت نفسها بشكل اساسي، وعلى درجة حرارة وضغط الرياكتنس اللي هي هيد اوف ذا فليم، بالاضافة للتيربلنس طبعا، بالاضافة للتيربلنس، لان التيربلنس دي بتعمل بتكسر جبهة اللهب الى مساحات كبيرة، فتكبر مساحة التلامس بين الفليم فرونت وما بين الامبيرند ميكشر، فبتسخنه وطبعا بتنتقل الحرارة من الطبق من جبهة اللهب الى الرياكتنس، فتسخنه وتعمل له تنشيط ويحصل بقى ما يسمى بالتشير رياكشن، وتنتشر جبهة اللهب ده في كل ارجاء الخليط الى ان تصل جبهة اللهب الى نهايات الغاز في غرفة الاحتراق ويحترق الخليط بالكامل. ده اللي هي عملية عملية الاحتراق. طيب النورمال كومباشن بقى، النورمال كومباشن لو تم بهذه الكافيه، لو تم بهذه الكافيه الانتينس او هاي هاي تمبريتشر سبارك بي فيري انتنس انرجي من الـ من الـ من الـ من الشراره، كونت نيوكلس زي ما قلنا فليم او النواه اللي جابت اللهب وانتشرت بالشكل ده، في وطبعا الشراره دي كانت في زمن محدد قبل وصول الملبس للتوب جيت سنتر، هتنتشر خلال برضو فتره زمنيه محدده الى ان يحترق كل ارجاء مكونات الخليط في الغرفه. في هذه الحاله زي ما قلنا ده بيطلق عليه النورمال كومبشن. وبيلعب طبعا عمليه الانتشار جابت اللهب لما بتسير بسرعه بيطلق عليها فليم سبيد، بتلعب التيربلنس دور كبير او فيها، وكذلك درجه حراره وضغط الرياكتنس اهيد اوف ذا فليم او داخل غرفه الاحتراق. الفيجر 5.6.1 ده بيمثل الثيوريتيكال بريشر versus crank angle diagram. زي ما احنا ملاحظين الكومبريشن ستروك بياخد 180 درجه والاكسبانشن ستروك بياخد 180 درجه، وعمليه الاحتراق بتتم انستانتينيوسلي. انستانتينيوسلي يعني ايه؟ يعني بتتم كما لو كان المكبس ثابت والحجم ثابت، وبيحصل الاحتراق ده في حجم ثابت يعني قاد زمن صفر. انستانتينيوسلي يعني كل مكونات الخليط بتحترق في زمن صفر. ده الكلام طبعا الكلام النظري، والكلام النظري ده طبعا لو الاحتراق تم بهذه الكيفيه اولا مش هيحصل اصلا، يعني ده اتس فيري امبوسيبل ان يحصل كل المكونات في زمن زيرو، لانها لازم تاخد تايم، لازم تاخد ده زمن محدد يعني ديفينيت تايم. وطبعا المكبس بيتحرك فهتاخد برضو عدد معين من الدرجات على الكرانك شافت، برضو بتستغرق اثناء عمليه الاحتراق. ده اللي هو الاكتوال كومباشن بروسيس. وطبعا زي ما هنشوف الباحثين والمتخصصين في هذا العلم وعمليه الاحتراق محركات الاحتراق الداخلي، زي ما هنشوف بيقسموا عمليه الاحتراق دي الى مراحل محدده زي ما هنشوف دلوقتي. وطبعا هنشوف العوامل اللي بتاثر في هذه المراحل.
وبشكل عام كل طبعا عمليه الاحتراق بتعتمد على سرعه الفليم، يعني زمن عمليه الاحتراق والوقت اللي بياخده عمليه الاحتراق، وبالتالي الهيت ريليز ريت والرياكشن ريت، كل ده بيعتمد او بيأثر في سرعه الفليم وزمن عمليه الاحتراق. وطبعا بنلاحظ انه كل ما يعني ما قربنا او اقتربنا او من ان الاحتراق يكون بالشكل اللي هو النظر ده، كل ما كانت الايه الكفاءه عاليه، لانه زي هنرجع تاني في الكلام اللي قلناه في الاكتوال سايكل، التايم لوسز بتقل، يعني كل ما زادت سرعه الاحتراق كل ما التايم لوسز بتقل، ولكن برضو ده غير مرغوب، لانه معناه انه هيؤدي الى رياكشن ريت وريت اوف بريشر رايز عالي، ممكن يؤدي الى ان الرانينج او البرفورمانس بتاع الانجن ما يكونش سموث، ما هيكونش عندي كوايت رانينج. يعني ايه؟ يعني سموث رانينج او كوايت اوبريشن. دي الحقيقه السموث رانينج بيتطلب انه الكمباشن بروسيس تاخد زمن، ما تبقاش شارب كده، ما تبقاش الايه ارتفاع في الضغط عالي، يعني ايه بالهالي بالكافيه، او ريتو بريشر رايز يبقى عالي بالشكل ده. طيب لو جينا بقى نشوف المراحل الاحتراق في السبارك اجنيشن انجن، المنحنى 6-2 ده بيديني البريشر كرانك انجل دياجرام والستيجز اوف كومباشن في السبارك اجنيشن انجن. هنلاقي المنحنى ده بيتكون من منحنيين، موترنج كيرف. الموترنج كيرف ده اللي هو عباره عن تغير الضغط اثناء الكومبريشن والاكسبنشن وزاويه فايرنج، يعني مجرد بنعمل ايه موترنج، بنعمل عمليه انضغاط وعمليه ايه اكسبنشن بدون ما يحصل حريق، بيحصل بدون ما يحصل حريق، فبيبقى تغير الضغط زي ما احنا شايفين بيبقى بالشكل ده، ده اللي هو الموترنج كيرف. اما لو حصل حريق فمن لحظه حدوث الشراره اللي هي بقى بدء حدوث الشرارة عند نقطة A، ثم زي ما نشوف بقى نقطة B ونقطة C ونقطة D، دول بيعبروا عن ايه فيما بعد يعني دلوقتي، لكن عايزين بس قبل ما ندخل ونشرح في مراحل الاحتراق، لان المنحنى ده بيمثل البريشر فيرسز يعني بريشر فيرسز كرانك انجل دياجرام لسبارك اجنيشن انجن، لمحرك بيدور بسرعه 3000 ار بي ام، كومبريشن ريشيو 8.5 والاكويفالنس ريشيو للخليط 1، وده سبارك اجنيشن انجن فور ستروب. قبل ما نتكلم على المراحل دي لازم بس نعرف حاجه او الفرق بين حاجتين، البيرنينج يعني مصطلحين كده، بيرنينج وكمبشن. البيرنينج المقصود بيه هي الفترة اللي بياخدها عملية الاحتراق من لحظة حدوث الشرارة وحتى وصول جبهة اللهب إلى كل أرجاء الخليط. يبقى الفترة اللي بتاخدها الفليم من لحظة حدوث الشرارة وتكون الفليم وانتشارها إلى كل أرجاء الخليط، المرحلة دي بيطلق عليها بيرنينج، أو العملية دي بيطلق عليها بيرنينج بروسيس. مش معنى ان الفليم وصلت للباوندريز او السلندر وولز في النهايات ان عمليه الكمبشن تمت او انتهت، لا، لان المقصود بعمليه الكمبشن هي عمليه الرياكشن نفسها، الرياكشن بروسيس، عمليه الرياكشن. فبالرغم من ان حدوث الفليم وصل الى الكمبشن وولز الكمبشن تشامبر وولز وانتهت خلاص انتشار جبهه اللهب، الا انه مازال بيتم فيه عمليه رياكشن. ليه بقى؟ للميكشرز اللي هي موجوده في الكريفيسز وبتبدا تطلع من الكريفيسز دي نتيجه انخفاض الضغط، فبتطلع فبتتحرر وتطلع وتبدا تحترق. كذلك بيحصل زي ما احنا عارفين عند درجات الحراره العاليه بيحصل ديسوسيشن وري اسوسيشن ثم ديسوسيشن وري اسوسيشن الى ان اصل لحاله بنطلق عليها او بيطلق عليها الكيميكال ايكوليبريم. كيميكال ايكوليبريم المقصود ده بالكيميكال ايكوليبريم هو وصول الغازات الناتجه من الاحتراق لحاله الاتزان الكيميائي، اللي بقى ايه اللي الغازات بيحصل لها زي ما يطلق عليها بعمليه ايه
فروزن فروزن يعني ايه خلاص بتتوقف ما فيش اي رياكشن بيتم، وتفضل بقى نسب الغاز المكونه في غرف في غرفه الاحتراق او الاكزوست جازز ثابته ما بتتغيرش. في هذه الحاله بتتوقف عمليه الاحتراق، و ننتهي بقى عمليه الايه تنتهي عمليه الكمبشن بالشكل ده. يبقى نقدر بقى نستنتج من هذه من التعريفين دول ان البيرنينج بروسيس تعتبر جزء من الكمبشن بروسيس، تعتبر جزء من الكمبشن بروسيس. يعني ايه؟ يعني البيرنينج بينتهي، عمليه البيرنينج بتنتهي قبل الانتهاء من عمليه الكمبشن وقبل وصول لحاله الكيميكال ايكوليبريم. طيب بنقسم بقى او بيتم تقسيم عمليه الاحتراق الى ثلاث مراحل مختلفه. المرحله الاولى اللي هي من A ل B، حيث A دي تمثل الفليم السبارك انيشيشن اللي هي لحظه حدوث الشراره. ثم من طبعا من فتره من A ل B بيطلق عليها اللي هي الستيج 1 بيطلق عليها ignition lag او preparation phase. ثم من B ل C اللي هي المرحلة الثانية بتطلق عليها المين ستيج، المرحلة الرئيسية أو المرحلة الثانية. ثم حيث سي، نقطة سي تمثل النقطة اللي عندها ماكسيمم بريشر داخل غرفة الاحتراق. ثم من سي لدي اللي هي المرحلة الثالثة اللي بيطلق عليها الافتر بيرنينج، افتر بيرنينج. يبقى المراحل الثلاثة بالترتيب A B دي ignition lag أو preparation phase، B C اللي هي المين ستيج اللي هي المرحلة الثانية، الثيرد ستيج اللي هي بيطلع اللي هي من سي لدي اللي بيطلق عليها الافتر بيرنينج. طيب كل مرحله بقى لحدها بيحصل فيها ايه؟ هنمسك بقى المرحله الاولى اللي هي ايجنيشن لاج، اللي هي مرحله الايه الايجنيشن لاج. المرحله دي زي ما احنا شايفين هي المرحله تبدا بحدوث الشراره ولحظه انفصال الضغط الناتج عن عمليه الاحتراق عن الموترين كيرف اللي هي نقطة B. دي الإجنيشن ليك دي اللي هي الفترة اللي بتتكون فيها نواة لجبهة اللهب، وهذه النواة أو هذه المرحلة بالتحديد بتعتبر كيميكال بروسيس في الأساس، بتعتمد على طبيعة الفيول، تعتمد على طبيعة تكوين الفيول نفسه يعني والرياكتيفيتي بتاعته، وعلى الميكشر ترينس طبعا، وعلى درجة الحرارة في هذه المنطقة أثناء حدوث الشرارة، وعلى طبعا على التيربلنس في هذه المنطقة. هذه المرحلة اللي هي مرحلة مهمة جدا في بدء عملية الإشعال. كل ما كانت الفليم المتكونة أو نواة الفليم اللي اتكونت قوية، كل ما هيؤدي إلى أن الفليم انتشارها فيما بعد كده هيكون قوي وسريع. يبقى دي كيميكال بروسيس في الأساس اللي هي الإجنيشن لاج، ودي اللي هي إيه اللي هي مرحلة الفرحة، المرحلة الفترة ما بين السبارك انيشيشن ومرحلة انفصال الضغط الناتج على عملية الاحتراق من الموترين كيرف اللي هي نقطة B. وزي ما بنقول بقى تاني الاجنيشن لاج دي بتماثل او بتشبه مرحلة الديلي بيريود في الكومبريشن اجنيشن انجن زي ما نعرف فيما بعد. طبعا الـ 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 في هذه المرحلة زي ما قلنا بتتكون فيها نواة لجبهة الايه نواة لجبهة اللهب، والفراكشن اوف بيرند ماس بيبقى قليل جدا، ولذلك ما بنحسش احنا بالضغط الناتج عن الاحتراق خلال هذه الفترة. دي بتاخد طبعا ايه بتاخد من حوالي من 10 ل 15 درجة على الكرانك انجل طبقا لظروف التشغيل الايه المختلفة. و زي ما قلنا بتنتهي هذه بتبدا بنقطه بي اي وتنتهي عند نقطه بي. طيب المرحله من بي ل سي اللي هي بقى لحظه المين ستيج في عمليه الاحتراق، اللي هي بقى انتشار جبهه اللهب داخل غرفه الاحتراق الى ان اصل بالضغط لاقصى قيمه ممكنه داخل غرفه الاحتراق،
وهذه المرحلة طبعا بتنتشر بعملية تعتبر كيميكال وفيزيكال بروسيس. يعني ايه كيميكال وفيزيكال بروسيس؟ يعني بتعتمد على الرياكتيفيتي او الرياكشن ريت بتاع الخليط اللي عندي، وده طبعا بيعتمد على اولا نوع الوقود، ويعتمد على الفيول اير ميكشر سترينث، ويعتمد على عملية الايه الخلط الجيد للوقود مع الهواء، وكذلك على التيربلنس الفيزيكال. بقى الفيزيكال مينينج هنا او الميكانيكال بروسيس بمعنى اصح، اللي هي عمليه التيربلنس. ليه؟ لان التيربلنس كل ما كان التيربلنس عالي كل ما بيكسر زي ما قلنا جبهه اللهب، بدل ما بتبقى سموث بتبقى رينكلز، ومعنى انها تتكسر معناها المساحات بتاعتها بتزيد، وكل ما تزيد المساحات كل ما الهيت ترانسفير بتوين الفليم فرونت والرياكتنس بيزيد والاخر، فبيزيد من يعني رفع درجه حراره الرياكتنس، والاكتيفيشن بتاعته برضو بتزيد، والريت اوف اكشن بيزيد، والهيت ريليز ريت هو الاخر بيزيد. ودي بتمثل الجزء الاكبر او الجزء المهم في عمليه الاحتراق في السبارك ايجنيشن انجن. طبعا الريت اوف براشر رايز بيعتمد على الريت اوف هيت ريليز والايه الرياكشن ريت نفسه. وطبعا الهيت ترانسفير خلال هذه المرحله عبر السلندر وولز بيبقى قليل، نظرا لان عمليه الاحتراق بتتم والغرفة الاحتراق بتكون في اقل حجم ممكن، وبالتالي المساحات بتكون اقل ممكن، وبالتالي الهيت ترانسفير عبر الوولز بيكون قليل نظرا لايه لقله المساحه، ولكن ارتفاع درجه الحراره برضو من ناحيه اخرى بيزود عمليه الهيت ترانسفير. الثيرد ستيج اللي هي السي دي، اللي هي بقى المرحله اللي هي افتر بيرنينج، بقى اللي هي بقى خلاص الفليم وصلت ل الكمباشن تشامبر وولز ووصلت للنهايات وما عادش فيه اي فليم. المتبقي بقى هنا في خلال هذه المرحله زي ما قلنا بقى الرياكتنتس الميكشرز اللي طالعه زي ما قلنا من الكريفسز فوليومز، وتبدا تحترق في هذه الايه في هذه المرحله. وزي ما قلنا لو في بقى ديسوسيشن وري اسوسيشن ده بيمثل عمليه الاحتراق، وبالتالي الاحتراق في هذه المرحله لا يؤثر في الضغط لانه بيكون خلاص المكبس نزل في اثناء نزوله في الاكسبانشن سلوك والحجم عمال بيزيد، وبالتالي زي ما احنا شايفين الضغط بيقل ما بيزيدش مع عمليه الاحتراق في هذه الايه في هذه المرحله، انه بيكون الايه المكبس ترك الايه توب ديد سنتر متوجها ناحيه البوتوم ديد سنتر وحجم الاسطوانه والاخر بيزيد. ده الثلاث مراحل اللي بيحصلوا عندي او اللي الباحثين والعاملين واللي زي ما قلنا الباحثين ولا اللي ايه والمتخصصين في هذا المجال يعني بيقسموا مراحل الاحتراق للثلاث مراحل دول زي ما احنا شفنا قبل كده. طيب لو جينا نشوف الفليم سبيد باترن اللي هو ايه شكل او عمليه الفليم سبيد بتتغير ازاي خلال المراحل، هنلاقي الشكل 6-3 ده بيوضح ال relative distance of flame travel across the chamber versus a relative time of flame travel across the chamber. يعني ايه؟ يعني distance اللي بتتحركها الفليم بالنسبة للزمن اللي بياخدها اللي بتاخدها حركة الفليم ديت. طبعا معروف لو انت قسمت الزمن على الديستانس على الزمن ده بيديك سبيد بيديك سرعه، فهنلاقي عندنا الفليم سبيد باترن بياخد الشكل ده. بمعنى ايه؟ معنى ان المرحله الاولى اللي هي لحظه حدوث الشراره وفي بدايه تكون النيوكلاس اوف فليم بتبقى الرياكشن ريت بيبقى قليل وسرعه الفليم بتبقى قليله جدا، وهذه الفليم سبيد بتبقى قليله خلال هذه الايه خلال هذه الايه خلال هذه المرحله. وطبعا المسافه اللي بتتحركها الفليم او النيوكلس
خلال هذه المرحلة بتبقى صغيرة، يعني الترانزبوزيشن اوف فليم بيبقى قليل، وبالتالي مقارنة بالزمن اللي بتاخدها الفليم في هذه المرحلة بتبقى سرعة الفليم قليلة. بعد كده المرحلة التانية اللي هي مرحلة بقى الايه الفليم سبيد، اللي هي بتنتشر فيها بقى جابية اللهب اما بتتكون بقى وتنتشر بصورة كبيرة قوي اكروس ذا كومباشن تشامبر الى ان تصل الى النهايات، فبتبقى سرعة الفليم بتبقى عالية، نتيجة الرياكشن ريت بيبقى عالي، نتيجة التربلنس بيبقى عالي زي ما قلنا، وال ال ال الافرج سبيد للفليم عبر هذه المرحلة نقدر نسميها فليم سبيد الافرج، لان هي طبعا بتبدأ طبعا من البداية، من بداية السبارك بتبدأ بطيئة ثم تبدأ سريعة مع الكبر السيرفيس اريا اوف فليم عبر الايه عبر غرفه الاحتراق، فسرعه الفليم بتزيد. لو خدنا الافرج سبيد في المرحله الثانيه نقدر نطلق عليها الايه الفليم سبيد. طبعا في التيربلنس بتلعب دور كبير جدا خلال هذه المرحله زي ما قلنا، لانها بتكبر السيرفيس اريا اوف فليم فرونت يعني، وبالتالي الهيت للادجيسنت امبيرلين ميكشر، وبالتالي بتزود الرياكشن ريت وبالتالي الفليم سبيد. في قرب وصول بقى الفليم دي للنهايات عن بالقرب من الكمباشن تشامبر وولز بتبدا بقى برضه الترانسبوزيشن وعمليه الاحتراق الرياكشن ريت بتاعتها بيقل، وبالتالي سرعه الفليم في هذه المرحله اللي هي المرحله الثالثه والاخر بتقل. وهنلاقي بقى ان الفليم ترافل باترن ديفايد ذا كومباشن بروسيس انتو فور ديستينكت فيزز. الفور ديستينكت فيزز اللي هو الباترن بتاع فليم سبيد بينقسم الى فليم سبارك انيشيشن، early flame development، flame propagation، وflame termination. طبعا زي ما قلنا قبل كده واحنا بنشرح الدرس بتاع الاكتوال سايكل، قلنا الكومباشن تايم لوس كان بيعتمد على الفليم سبيد، والفليم سبيد في عوامل وفاكتورز بتاثر فيها شرحناها واحنا بنتكلم في الاكتوال سايكل على العوامل اللي بتاثر او اللي بتتاثر بيها سرعه الفليم او الفاكتورز افكتنج فليم سبيد، قلناها واحنا بنشرح الجزء الخاص بالاكتوال سايكل. لو جينا نشوف اثناء عمليه الاحتراق، طبعا الفليم فرونت يا حضرات او جبهه الفليم بتقسم لي الغازات اللي موجوده داخل غرفه الاحتراق الى قسمين، بتبقى هي فاصل، والفاصل ده هي جبهه الاحتراق، ده بيبقى ثن ثن فوليوم او يعني الرياكشن فوليوم اللي هو بتمثل الفليم فرونت يعني، ده بيبقى عباره عن حاجز ما بين البرودكتس اللي هو بتخلفه بقى اثناء انتشار جابت اللهب، بتخلف بقى البرودكتس اللي هي احترقت حسب الاحتراق وبتنتشر ناحيه الايه ناحيه الرياكتنس اللي هي الامبيرنت ميكشرز. طبعا الجزء البيرنين لو انا شفت الجزء ده قد ايه مقارنه بكل مكونات الخليط، فالجزء ده بيطلق عليه الفراكشن اوف بيرنين ماس. فالفراكشن اوف بيرنين ماس لو انا رمزت له بالرمز اكس بي، فده هيساوي الام بي على الام بي زائد ام يو، حيث ام بي تمثل الماس بيرند اوف ميكشر الجزء اللي اتحرق، والام يو اللي هو الامبيرند ماس اوف ميكشر اللي هو الرياكتنس اللي لسه ما اتحرقش. طبعا بمجرد عن قبل حدوث الشراره الاكس دي بيساوي صفر، لان كل الخليط اللي عندي عباره عن ام يو امبيرند ميكشر. بمجرد حدوث الشراره وانتشار جابيه اللهب وتبدا تزيد البيرند ماس على حساب كل الخليط في الغرفه، فهنلاقي الاكس بي عمال بيزداد بيزداد بيزداد، لانه الام بي بتزيد، الام يو بتقل لان الام يو بتحترق، فبتتحول الى من ام يو الى ام بي.
إلى أن أصل المفروض إلى إكس بي تساوي 1 اللي هي بقى إيه؟ عند احتراق كل الخليط اللي موجود في غرفة الاحتراق، بحيث بيتحول كله بقى إلى ماس فراكشن أو بيرند ماس من الإكزوست جازز. طبعا الماس بيرند فراكشن في المرحله طبعا بيزيد بقى في المرحله الثانيه اللي هي مرحله المين فيز، لانه معدل الاحتراق بيزيد وبالتالي الام يو بتزيد، الام بي بتزيد على حساب الاي الام يو، والميجر بورشن اوف ماس بيحترق ايه اثناء هذه الايه هذه المرحله هذه المرحله. المرحله الاخيره اللي هي الماس بيرن فراكشن ده طبعا بتبقى في المرحله الثالثه اللي احنا قلنا عليها بتبقى قليله جدا، وبالتالي معدل الايه معدل الاحتراق بيبقى قليل خلال هذه المرحله. لو جينا نشوف التمبريتشر والبريشر بيتغيروا ازاي اثناء عمليه الاحتراق as a function of crank angle، هنلاقي الفيجر 6-5 ده طبعا بالمناسبه الفيجر 6-4 ده بيمثل الماس فراكشن بيرند از ا فانكشن كرانك انجل. الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي في الاول بيبقى الماس بيرند بيبقى قليل، ثم بيبقى الريت بتاعه بيبقى زي ما احنا شايفين سريع قوي، ثم بيرجع يقل تاني في نهايات او في المرحله الاخيره من عمليه الاحتراق. اما تغير بقى البريشر والتمبريتشر از ا فانكشن اوف كرانك انجل، فهنلاقيه انه البريشر بيزيد 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 الى ان يصل ماكسيمم تقريبا بيصل ماكسيمم حوالين الايه حوالين من 15 ل 20 درجه او من 10 15 او 20 درجه بعد التوب ديد سنتر، ثم يرجع يقل. طيب ده طبعا الـ كل ده بيعتمد على الرياكشن ريت والهيت ريليز ريت والريت اوف بريشر رايز، وزي ما هنشوف بعد كده العوامل اللي بتاثر على الكلام ده هتبقى عامله ازاي. هنلاحظ ايضا انه الماكسيمم تمبريتشر ما بتحصلش عند الايه في اللحظه اللي بيحصل فيها ماكسيمم بريشر. ليه الكلام ده؟ لانه زي ما قلنا الماكسيمم بريشر بتيجي عند وصول الايه الفليم للنهايات الكمبشن تشامبر وولز يعني. وبالتالي نقدر نقول بقى بعد كده عمليه الاحتراق يعني بتقل، ما فيش احتراق الا انه يعني احتراق يؤدي لبريشر يعني، الا انه زي ما قلنا بقى الكميات او الميكتشرز اللي عندي وعمليه الديسوسيشن والاسوسيشن ممكن يؤدي الى ما زالت بيحصل فيه احتراق، وبالتالي يؤدي الى ان الماكسيمم بريشر تحصل تقريبا اراوند 10 درجات بعد الايه بعد النقطه اللي بيحصل عندها الماكسيمم بريشر. وبالتالي هنلاقي طبعا تغيير البريشر والتمبريتشر اثناء عمليه الاحتراق يبقى بالشكل ده. فاذا الماكسيمم بريشر بيحصل عند الوصول الفليم لغرفه الهيئات الكمشن تشامبر وولز، ما زال عمليه الاحتراق مستمره زي ما قلنا بالميتشر الموجوده في الكريفسيس فوليومز والديسوسيشن والريسيشن والري اسوسيشن اللي بيحصل، يعني ما زال فيه عمليه رياكشن وكمبشن، وبالتالي يؤدي الى ان الماكسيمم تمبريتشر بتصل لنقطة بعد الماكسيمم بعد النقطة اللي عندها الماكسيمم ريشن بحوالي 10 درجات، ثم بعد ذلك تبدأ عملية الاحتراق بقى مع التمدد نتيجة زيادة حجم غرفة الاحتراق. لو جينا نشوف تأثير السبارك تايمنج على الانديكيتور دياجرام، يمكن احنا اتكلمنا في واحنا بنشرح الاكتوال سايكل على تأثير السبارك تايمنج على الانديكيتور دياجرام، بس على الانديكيتور دياجرام از اللي هو البريشر مع الفوليوم على البي في دياجرام. يعني لو جينا نشوفه هنا بشكل اوضح على البريشر ثيتا او البريشر كرانك انجل دياجرام، هنلاحظ الاتي. طبعا الخط المنقط الراس ده بيمثل التوب ديد سنتر،
وزي ما احنا عارفين دايما زي ما قلنا ان انا بعمل سبارك قبل وصول المكبس الى التوب ديد سنتر، الى التوب ديد سنتر بعدد محدد من الايه، من الدرجات. فعندي ثلاث نقاط اللي هي S1 و S2 و S3 بالتتابع كده لو خدناها. ال S في اقصى، في اقصى الشمال اللي هي تقريبا عند ناقص حاجه 40 درجه على التوب ديد سنتر، قبل التوب ديد سنتر يعني، على الكرانك شافت قبل التوب ديد سنتر، دي تمثل الاوفر ادفانس اوف سبارك تايمينج. النقطه اللي بعدها اللي هي تقريبا حاجه 20 درجه، دي نقدر نقول الاوبتيمم سبارك ادفانس. التوقيت اللي بعد كده اللي هو قبل التوب ديد سنتر بحوالي 10 او 15 درجه، ده بيمثل 10 درجات. ده ما هو على فكره الدرجات مكتوبه يعني، يعني الاوفر ادفانس عند 50 درجه قبل السبارك ادفانس، والثانيه 30 درجه، والثالثه 10 درجات. فال 50 دي تمثل اوفر ادفانس، ال 10 تمثل الايه، الريتارد يعني، يعني التاخير، توقيت الشراره زايد شويه. ال 30 دي تمثل الاوبتيموم سبارك تايمينج. هنلاقي زي ما شرحنا قبل كده في الاكتوال سايكل ان لو كان التوقيت بدري فهيحصل احتراق مبكرا والمكبس لسه طالع في الكومبريشن ستروك، فهيؤدي الى ان الكومبريشن ورك دان هيبقى عالي، وزي ما عارفين ده بيمثل نيجاتيف ورك، وبالتالي هيزود الماكسيم بريشر ولكن النيجاتيف ورك دان هيزيد والاخر، وبالتالي الورك دان والباور اللي خارجه من الانجن في هذه الحاله بتكون قليله. في الاوفر ريتارد اللي هو ايه، التاخير الزائد لتوقيت الشراره، معناها ان معظم عمليه الحريق بتتم والمكبس بيكون في الاكسبانشن ستروك، وبالتالي زي ما احنا شايفين الماكسيمم بريشر بيكون قليل، وبالتالي الورك دان بيكون قليل والباور بتقل مع الاوفر ريتارد. اما الاوبتيمال سبارك تايمينج ده بيديني النقطة اللي بتمثل الماكسيمم ورك دان من الانجن في هذه الحالة، يعني انا باخد اقصى شغل من الانجن عند الايه، عند التوقيت ده اللي بيطلق عليه ام بي تي تايمينج، المينيمم اجنيشن ادفانس فور بيست تورك، او مينيمم اجنيشن فور ماكسيمم تورك. يعني لو انا بعمل شيفتنج كده اثناء تشغيل الانجن وبعمل تقديم وتاخير للشراره، هبص الاقي عندي التورك بتاع الانجن لو انا مثبت السرعه بيزيد وبيقل وبيصل الى ماكسيمم فاليو عند تايمينج معين اللي هي ايه، وليكن هنا في حالتنا هنا ال 30 درجه ادفانس قبل التوب ديد سنتر. ولو جينا نشوف تغير الريلاتيف تورك بقى مع الاوفر ادفانس والاوفر ريتارد مع الاوبتيمم اللي هو الام بي تي، فهنشوف الايه فيجر اللي هو 6 7 6 7 ده بيمثل افكت اوف سبارك ادفانس اون بريك تور، بحيث ان 30 دي تمثل الماكسيمم تورك عندي. لو انا قدمت قبل كده عن كده ابص الاقي التورك بيقل، لو اخرت عن كده ابص الاقي التورك بيقل، يبقى ده بيمثل المينيمم اجنيشن ادفانس فور بيست تورك. ده هذا وطبعا المسؤول عن هذا التوقيت اللي هو جهاز الاشعال في محرك الاشعال بالشراره، وهذا التوقيت زي ما قلنا ليس ثابتا ولكنه بيتغير بتغير ظروف التشغيل، وعوامل كتير قوي بتاثر في هذا التوقيت. وبشكل عام بشكل عام بشكل عام اي بارامتر او اي عامل بيؤدي الى سرعه عمليه الاحتراق وسرعه الفليم وسرعه الرياكشن ريت وسرعه الهيت ريليز، ده بيتطلب ان انا اعمل تاخير للشراره ناحيه التوب ديد سنتر. اي عامل بيؤدي الى ان سرعه الاحتراق تكون بطيئه من لحظه الاشعال، فده بيتطلب ان انا اعمل تقديم للشراره. ده بشكل عام يا حضرات، يعني العوامل اللي ممكن تؤدي الى ان سرعه الاحتراق وسرعه الفليم وسرعه الرياكشن ريت وسرعه الهيت ريليز ريت هتكون بطيئه، يعني سرعه الاحتراق هتكون بطيئه، ده يتطلب ان انا اقدم توقيت الشراره. طيب الاحتراق هيبقى سريع، وده حسب طبيعه بقى الوقود وحسب ظروف التشغيل وحسب الميكشر سترينث وحسب درجات الحراره والكلام ده كله، ده يتطلب ان انا اعمل تاخير للشراره ناحيه الايه، ناحيه التوب ديد سنتر. وطبعا ده بيجي من التجارب اللي بعملها على الانجن،
اثناء دراسه اداء المحركات، واشوف اعمل خريطه كامله للمحرك بحيث ان عندي كل ظرف من كل حاله من حالات التشغيل للمحرك بعرف الاوبتيمم سبارك تايمنج عندها قد ايه. والمحركات الحديثه فيها الكمبيوتر اللي بي اللي بي بيديني التوقيت الشراره المناسب، واللي هو اللي بيمثل الام بي تي عند كل ظرف من ظروف الايه، عند كل ظرف من ظروف التشغيل. طيب لو جينا نشوف بقى تاثير الفيول الريشيو او الميكشر سترينث على الانديكيتور دايجرام، فهنلاقي المنحنى 6 8 بيمثل هذا التاثير، سواء في على البي في دايجرام او على البي ثيتا دايجرام او البريشر كرانك انجل دايجرام. فزي ما احنا شايفين عندي ثلاث انواع من المخاليط، يا اما ريتش ميكشر، يا اما ستوكيومتريك، يا اما ويك ميكشر او ليك. زي ما احنا شايفين الريتش ميكشر طبعا ده المفروض زي ما احنا ملاحظين على البي ثيتا دايجرام السبارك تايمينج ثابت هنا متثبت. ده طبعا ده هيعمل خلل في التشغيل عند المخاليط المختلفه، لان المفروض ان عند كل مخلوط عند كل خليط معين له اوبتيمم سبارك تايمينج، لكن بما ان هنا السبارك تايمينج ثابت للثلاث مخاليط فهنلاقي انه في حاله الريتش لنفس توقيت اشعال بالشراره بيبقى الفليم سبيد بتبقى عاليه، وبالتالي ده معناه انه الاشتعال هيبقى سريع، وبالتالي هيحصل جزء كبير من الاحتراق في الكومبريشن ستروك، وبالتالي النيجاتيف ورك دان في الكومبريشن ستروك بيزيد، وده بيقلل من الورك دان ويقلل التورك نتيجه لذلك. بالاضافه ده لو فيري ريتش، بالاضافه كمان انه الريتش ميكشر الهواء ما بيكونش كافي للاحتراق الكامل، وبالتالي ما باخدش انا هاي انرجي من عمليه الاحتراق، وبالتالي الباور بتقل. ده للفيري ريتش ميكشر. بالمثل الويك او الفيري لين ميكشر، الخليط او سرعه الاحتراق بتكون بطيئه، الهيت ريليز ريت بيكون قليل، الهيت كونتنت او الحراره المتولده هتقل لان محتوى الطاقه في الخليط قليل، وبالتالي هيديني برضه وشغل قليل وقدره قليله. اما عند الاستيكومتريك او سلايت ريتش ميتشر، فده انا بحصل على الماكسيمم ورك دان، لانه هنا الفليم سبيد بتكون سريعه والاحتراق بيكون جيد. وطبعا يجب ان انا اعمل توقيت اوبتيمم للثلاث حالات دول من الميكشر استرنس، من ميكشر استرنس بحيث يناسب كل ميكشر استرنس من الايه، من الثلاثه. لكن بشكل عام الفيول الريشيو بتاثر عند كتب الدياجرام زي ما احنا شايفين، الفيري ريتش ميكشر بيديني ورك دان وباور قليله، الفيري ويك نتيجه الانكمبليت كومبشن، الفيري ويك ميكشر، وطبعا برضو بشرط ان انا بحرق ويكون الخليط عندي ويذن الفلامابيلتي ليميتس، ويذن حدود الاشتعال بتاع الخليط وبتاع الوقود اللي عندي. فالويك ميكشر محتوى الطاقه اللي في الخليط بيبقى قليل، وبالتالي الطاقه اللي هتنتج قليل، وعمليه الاحتراق برضو ما بتبقاش جيده، بتبقى رديئه نتيجه الايه، نتيجه ان درجات الحراره بتبقى منخفضه في الخليط الايه الضعيف بالوقود، وسرعه الفليم قليله، وهذا يتطلب زي ما قلنا اوبتيمم سبارك تايمنج يناسب الميكشر استرنس ده. ان بحصل انا بقى عند ماكسيمم ورك دان، ماكسيمم ورك دان عند السلايتلي ريتش ميكشر، سلايتلي ريتش ميكشر يبقى ده بيمثل او هنا بتاثير السبارك تايمنج والفيول ريشيو على الانديكيتور دايجرام.